كاليفورنيا في لوس أنجلوس. إذن أنتم متفائلون؟ نحن متفائلون لأننا نملك ثروة عظيمة جدا، فدائما نحن مسؤولون عن التقصير. طالع من كتاب ورايح البيت الجيران، لابس الأبيض والأحمر والعيون تضرب سلام. طالع من كتاب ورايح البيت الجيران، لابس الأبيض والأحمر والعيون تضرب سلام. قلت لها حلوة رويني على طول تفارجيني، قلت لها حلوة رويني على طول تفارجيني، قالت لي روح يا مسكيني يا طولي قوام البان. طالع انت ابوها رايح على بيت الجيران، لابس الابيض والاحمر والعين تضرب سلام. أنتم الفنان صباح فخري فعلا حامل لواء التراث الفني الأصيل. لو سألتك من هو صباح فخري؟ بمعنى هويتك، يعني محيطك اللي عشتي فيه. طبعا صباح فخري ولد بمدينة حلب. هو اسمك الحقيقي صباح فخري؟ اسمي أنا طبعا صباح اسمي الحقيقي، صباح اسمي الحقيقي لأنني ولدت في الصباح لهذا السبب سميت صباح. نعم، اسمي الحقيقي طبعا. فخري هو لقب وليس اسم العائلة. طبعا اسم أبو قوس، ولدت بمدينة حلب. أبو القوس واسمه أبو قوس. أبو قوس نعم. صباح أبو الدين قوس. صباح الدين أبو قوس. نعم وفخري لقب. ولدت بمدينة حلب. مدينة حلب معروفة، هي مركز الثقل الفني في العالم العربي، ولا مكانة فنية كبيرة، ويخشى مدينة حلب كبار الفنانين الذين زاروا مدينة حلب بما فيهم محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وواوا إلى آخره، ولهم قصص عجيبة هناك في مدينة حلب. هذه المدينة كانت تعتبر أن المطرب الفنان الذي لا ينجح في مدينة حلب فلا يعتبر مطرب، الذي يريد أن يأخذ شهادة هو نجاحه في مدينة حلب ورضا جمهور حلب عنه عندما يسمع. وهناك قصة رواليها الأستاذ محمد عبد الوهاب رحمه الله، عندما زار مدينة حلب وقعت له، كان عنده عدة حفلات لإحياء. أول يوم أتى فلم يرى من الجمهور سوى 10 أشخاص، فسأل صاحب الحال وين الجمهور؟ قال له الجمهور هالناس الذين تراهم الآن سيسمعونك، فإذا أعجبتهم سيأتيك الجمهور غدا. يعني اللجنة فاحصة خرج أنه الإنسان هذا يحضر المطرب ويضيع الوقت. فعندما استمع إليها المجموعة الصغيرة، ثاني يوم طبعا غص المسرح بالناس وأكمل حفلته. أنا شخصيا قال لي، أنا الأستاذ محمد حكى لي عنه عبد الوهاب. فمدينة حلب بلد عريق في التراث والغناء والأصالة.
صيليني والنبي صيليني صيليني انت جودي فصيليني. فأنا نشأت وترعرعت وتربيت في هذا المناخ وهذه البيئة الفنية مدينة حلب. طبعا درست دخلت المعهد الموسيقي الشرقي، درست في مدينة حلب الأول وانتقلت إلى دمشق، دخلت المعهد الموسيقي الشرقي لمدة عامين. طبعا تعلمنا خلال الفنون الغناء المشحات والدوار والقصائد والإيقاعات والأنغام، عزف العود، رقص السماح، كافة. وبعدين تابعت دراستي وانطلقت من بلد إلى آخر إلى آخر، وعملت بالإذاعة السورية طبعا والتلفزيون السوري وإلى وجولات وحفلات ومسارح إلى يومنا هذا. نعم. إذا وعمرك الفني يا أستاذ؟ أنا عمري الفني وقفت محترفا أمام ميكروفون الإذاعة عام 1947. 47 يعني حوالي 47 سنة الآن. حسبيهم يطلعوا أكثر. نعم. 47 لل 97 هيك. يعني حوالي 47 سنة، نعم. إيه. ما هيك؟ نعم. 47 سنة محترفا، وقبل بكم عام كنت هاويا. يعني صباح فخري يغني أصبح له نصف قرن من الزمان. نعم، هاويا ومحترفا، يعني فن الاحتراف. نعم. يعني متفرغ كليا للفن. نعم نعم، محترف طبعا، عندما المحترف هو متفرغ للفن ويعمل بأجر، الهاوي ليس متفرغ كليا وبدون أجر. نعم. والأجر أجرتك من الإذاعة، من طرف الإذاعة أم جهاز راتب آخر؟ راتب، نعم راتب من الإذاعة، راتب شهري. فنصف قرن من الزمان في المجال الفني. نعم. وما زال إن شاء الله عمر بديد دائما في عطاءات جيدة. وزرتم المغرب زيارات طبعاً متعددة طبعاً، فلك طبعاً دراية دون شك بالأغنية المغربية كخبير أنتم وكمختص في مجال الصوت والإيقاع والموسيقى. أود أن أسألك عن رأيك في الأغنية المغربية. طبعا أنا أول ما تعرفت على الغناء المغربي، طبعا في النوبات الأندلسية الموجودة في المغرب، هذا اللون الأصيل التراثي الموجود، نوبة المزموم وإلى آخره، وطلعنا ونفذنا في سوريا بعض التسجيلات منها أيضا، نقلها إلينا المرحوم أستاذ الشيخ علي الدرويش، فتعرفت على هذا اللون. إلى جانب ذلك كمان استمعت إلى الغناء الشعبي الموجود في المغرب، وبداية كمان لما جينا تعرفنا على الأستاذ عبد الهادي بالخياط، أستاذ كمان الدوكالي. الدوكالي. ما رأيك في هذين الصوتين بصفة خاصة أستاذ؟ طبعا المطربين أنا بحبهم وبحترمهم، إلى جانب في كمان الأصوات النسائية التي سمعتها أيضا. وهناك طبعا طل العديد ما هو معروف من المغرب، كثير من المطربات والمطربين، وهناك كثير كمان أيضا يمكن ما سمعت فيه لسه موجودين حاليا، لم أستمع إليهم شخصيا حاليا. فالأغنية المغربية أغنية أصيلة طبعا ومعبرة، ولها لون من الإيقاعات ولون من النغمات ولون لون خاص طبعا للمغرب. وانتشرت يعني الأغنية المغربية، أصبح لها جمهور، يعني في كثير من الأغاني أصبحت محببة في المشرق وفي بقية البلدان معروفة. شو بتريد نحكي؟ نعم. كمان ذكرتم بقليل في مدينة حلب يعني وعلاقتها بمجموعة من الفنانين الكبار، لكم عمر فني مديد في هذا الباب، وأكيد علاقات وذكريات مع أهرام موسيقية غنائية عربية، فهل حدثتنا عن بعض من ذكرياتك مع بعض أهل الفن؟ الواقع أنا بالنسبة لي أهل الفن طبعا في سوريا أساتذة الكبار اللي يعني درسونا وعلمونا، كانوا أساتذتنا أستاذ الشيخ علي الدرويش، أستاذ الشيخ عمر البطش، وأولاد أستاذ الشيخ علي الأستاذ نديم وإبراهيم الدرويش. وهناك عندنا الكثير من الأساتذة، عزيز غنام
بكري كردي، محمد رجب، وهناك عدد كبير من الملحنين أيضا، وعدد كبير من الشعراء الذين تعاونت معهم ودرست على أيديهم أو غنيت من ألحانهم. ولكن بالنسبة لأقطار أخرى، أنا باعتبار أقمت في سوريا ولم أذهب، ما مكست في مصر أو سافرت لمصر فيما بعد، لذلك ما لم يكن هناك بيني وبين الفنانين المشهورين في مصر أو غيرهم تعاون، أو ولكن طبعا اجتمعنا، يعني ما قلت لك أستاذ محمد عبد الوهاب طبعا اجتمعنا، سيد مكاوي، كثير من الفنانين ملحنين، بليغ حمدي، الموجي، كمال طويل، فكثير حتى من الوسط كمان درامي، ممثلين كبار ممثلين مجتمع معهم. كان كنا نجتمع عندما كنا بالزيارات، سواء نزور مصر أو مصر تزورنا، فهناك لقاءات وهناك اجتماعات. والفنانين اللي تعرفت عليهم كمان الأستاذ المرحوم عبد الحليم نويرة، صاحب فرقة الموسيقى العربية، يعني كيف هدول الناس. طبعا بعرف فنانين كمان من بلاد أخرى، من لبنان بعرف فنانين كبار، من مطربين أو مطربات، فيروز أو وديع الصافي أو ملحنين، أستاذ زكي نصيف أو توفيق الباشا، أو في مجموعة يعني كبيرة، أو من العراق أستاذ كان أستاذ منير بشير، ويمكن أعتقد أنه موجود في المغرب، وأخوه المرحوم الأستاذ جميل بشير كمان عازف العود، وهناك كثيرين كمان من العراق من فنانين كبار، يعني الوسط الفني. نعم.